الأربعاء الخامسة من شهر مايو. صباح الخير يا عرب، وين ما كنتوا أهم مواضيعنا اليوم كالتالي. الدنيا رحلة احنا فيها ماشيين، والرحلة كانت احلى لو كنا مع العشيق. عبد الجليل فنان قضى 15 عاما في عالم الطرب، يطلعنا على جديد اعماله ويتحدث عن قدر شبهه بالفنان جورج وسوف. وهل الشبه هو نعمة ام نقبة على الفنان؟ كنا ما كناش بعد قليل مشاهدينا راح نشاهد في برنامجنا الفنان عبد الجليل شبيه الفنان جورج وسوف. فهل الشبه نعمة أم نقمة على الفنان؟ ما هو الواقع الفني الموجود على الساحة اليوم؟ كل هذا راح نعرفه بعد الفاصل، ابقوا معنا. والآن ننتقل إلى مسك ختامنا، معنا الفنان عبد الجليل. وصباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير يا عرب. الله يسلمك. أول شيء سبب يعني فجأة ملاقيك موجود في الساحة، فجأة ملاقيك اختفيت ومن غير سابق إنذار؟ والله هي ظروف الأمرار، ظروف الإنتاج وظروف العامي ببلدنا شوي، فهي بيضطر الإنسان أنه يبعد شوي عن الساحة، يعني مجبر أنه يبعد عن الساحة لأنه بيكون في أوضاع ما بتخلي يعني وقت للفن، للإنسان يمارس الفن ويستمر بالفن. طبعا الكل يشهد على الساحة حال الفن في السابق أنه ما كان أي أحد بيقدر يطلع يغني، ولا أي أحد يقدر يعمل كاسيت أو يسجل أغنية. نعم. إلا لازم يكون عنده موهبة حقيقية وصوت. صحيح. الآن لا، بدلوا الموهبة بالواسطة، عندك واسطة تقدر تستمر. صحيح صحيح، هي من هيدي الناحية واسطة. واليوم الزمن تغير، يعني التكنولوجي، صار في تكنولوجي بالعالم وصار يركبوا أصوات للمظهر، يركبوا له صوت وينزلوا له إياه على السوق. بس المشكلة بيواجهها هيدا الشخص لما بده يقيم حفل لايف. أيوة، هون صار في بلاي باك الآن عبد الجليل للأسف، يعني بلاي باك. بس ما كمان أمرار يعني بيضطر الواحد أنه مش بيضطر يعني مجبر أنه يكون بمقابلة صحفية، فبيطلبوا منه غني لايف.